وعند الحدود مع سوريا سقط عدد من الصواريخ والقذائف من الجانب السوري. بعد أقل من يومين على القصف السوري للحدود مع لبنان، سقطت في منطقة وادي العوين في عرسال بعد ظهر الأربعاء قذيفتان مصدرهما الجانب السوري من دون أن تسفرا عن ضحايا أو جرحى، كما سقط صاروخ جراد في خراج منطقة سهلات الماي في الهرمل. وكانت بلدة القصر الواقعة في الهرمل أيضا عند الحدود اللبنانية السورية شكلت صباح الأربعاء مسرحا لسقوط 5 صواريخ من نوع جراد مصدرها الجانب السوري جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة داخل سوريا. الصواريخ لم تسفر عن قتلى وجرحى، واستطاع الجيش اللبناني سحب 2 منها، لكن حالة الذعر عمت المنطقة خوفا من تكرار ما حصل. في الأثناء أفيد عن وفاة الجريح السوري علي فايز الدايخ في مستشفى دار الأمل في دورس بعدما كان نقل إلى لبنان عبر معبر عرسال الحدودي للمعالجة. هذا وعلم أن الجيش اللبناني أوقف في رأس العين في بعلبك السوري ميم قاف الذي كان يقوم بعمليات تهريب بسيارته، وهي من نوع هيونداي بيضاء اللون. وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ دان الغارات الجوية السورية على شمال لبنان، معتبرا أن على سوريا احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. هيغ الذي رأى في تصريح عممته السفارة البريطانية أن النظام السوري برهن مجددا عدم احترامه القانون الدولي وأمن جيرانه، اعتبر أنه كلما طال القتال في سوريا ازداد الخطر على استقرار لبنان والمنطقة عموما.